وكنتمنوا المنتخب الوطني يفرحنا في هذه المباراه هذه، والتوقع كان كنظن بحكم ارضيه الملعب اللي هي من عشب اصطناعي، والدراري اش نقول لك، الدراري ما داروش شي مباراه من قبل اللي هي وديه اللي تجمعهم، وهذا الفريق هذا ديجا خسرنا في المغرب كان الرباط ولا طنجه، فالتوقع ديالي غادي يكون ماتش قاصح شويه وغادي يكون حتى الاصابات، فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يحفظ الدراري ديالنا، وغادي يكون 0-0، غيكون ماتش قاصح بزاف، وفي العوده ان شاء الله من هنا لتما يحفظ الله سبحانه وتعالى. هادشي الا ما خرجش لينا شي خليل وجيت عاوتاني في التشكيله اللي هي مخربقه، وكنتمنوا الفوز المنتخب الوطني وفرح هذا الشعب المغربي اللي هو محروم من واحد الفرحه من 2004 تقريبا من النهائي ديال بدو الزكي ما فرحناش، فكنتمنوا ان شاء الله نفرحوا في هذا كاس العالم، بحكم خليل وجيت واخا هكاك عنده تجربه في كاس العالم دال المنتخب الجزائري تلتمون ديالو، فكنتمنوا ان شاء الله نفرحوا. وكيف ما شفنا في فيديوهات المنتخب المغربي تعرض لبزاف ديال الضغوطات من الجمهور واقتحموا الملاعب ودخلوا، يعني شفنا هذه الفيديوهات هادو، كنتمنوا انه ما يتاثروش ويثقوا في راسهم يعني، وطلبوا الله سبحانه وتعالى يكون خير ان شاء الله. والحظوظ التاهل لكاس العالم شويه كتبان لي ضعيفة، علاش؟ لان عندنا قبل عندنا مشاكل اللي كانت وقعت لنا بين المدرب واللعابه بحال مزراوي وزياش اللي رفضوا يجوا للمنتخب، يعني غادي اثروا سلبيا على 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 الفريق كمنظومه، وبالنسبه للتشكيله ونفس اللعابه اللي شفنا في كاس افريقيا هما اللي كاينين، يعني تزاد عليهم الزلزولي، هذا هو اللي كاين، يعني وكنتظروا بان احنا منتخب وطني والهداف عندنا، الهداف عندنا ديال المنتخب نورمال وقت يكون مهاجم، عندنا اشرف حكيمي، واشرف حكيمي مدافع، ونقص هذه المباراه ديالو، نقص المستوى ديالو شويه، وعندنا مقابله مصيريه، وهذه المقابله المصيريه عندنا خصنا فيها الانتصار، عندنا فيها الانتصار، ولكن باش نفس الطريقه الحدادي ونصيري الكعبي، انه ما عطاوناش حس هجومي، ما عطاوناش حس هجومي اللي يزيدوا المنتخب لقدام، على اساس نذكروا حمد الله بلاصتو باينه في المنتخب، ولكن داك الشيء كيبقى ديال الجامعه، حنا واحد الحاجه اللي كتهمنا هو الانتصار، خليل وزيش عنده مهمه صعبه، والحظوظ انا كنظن بالنسبه لوجهه نظري الحظوظ بين وبين، يعني يا اما التعادل يا اما الهزيمه. هذا الشيء اللي عندنا، هذا هو القرار ديالي بالنسبه لي في المنتخب الوطني، وكنتمنوا التوفيق للجميع. مباريات السد كما كنعرفوا ان مباريات تلعب على تفاصيل صغيره جدا، المنتخب المغربي وناظرها الكونغو الديمقراطيه عندهم حظوظ متساويه، لا اعتقد باللي ان الحسم سيكون في مباراه الذهاب، مباراه الاياب التي ستلعب في الدار البيضاء بعد 3 أيام تقريبا هي اللي غادي تحدد شكون متاهل لمونديال قطر. بطبيعه الحال نتمنوا حظوظ وافره للمنتخب الوطني المغربي، ولو اننا ربما عندنا ملاحظات وعندنا انتقادات حول اللائحه المستدعاه من طرف الناخب الوطني وحيد خليل وزيش، ولكن بالرغم من كل ذلك نتمنوا التوفيق ان شاء الله ويرجع المنتخب المغربي للمونديال مره اخرى. هي في الحقيقه مباراه المنتخب الوطني المغربي ضد الكونغو بملعب الشهداء، صراحه ذاك الشيء اللي تعرضوا له في الحصه التدريبيه ماتش ما غاديش يكون سهل، نتمنوا ان شاء الله فوز المنتخب الوطني المغربي، حنا كمغاربه كنشجعوا المنتخب ديالنا، والعوده ان شاء الله في الدار البيضاء يحققوا نتيجه ايجابيه، ولما لا في ملعب الشهداء الفوز والانتصار والصعود ان شاء الله لكاس العالم بقطر. كاع نشجعوا الفرق الاسلاميه في العالم كامل ان شاء الله يرفعوا لنا رايات الاسلام، هذا الشيء اللي غادي نطلبوا للعمال الاسلاميه، توفق ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله الرحمن الرحيم بجهدنا وجهد الله ورسول الله، هذا الشيء اللي غادي نطلبوا.